حول آخر التطورات بشأن الحالة الصحية للأسير خليل عواودة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مباشرة والد الأسير عواودة. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا يا سيد سواق، تحياتي. بالبداية، هل من جديد حول الوضع الصحي للأسير خليل عواودة؟ والله الوضع الصحي يعني أسوأ مما كنا نعرف بعد الزيارة اللي صارت لزوجته. فعلا احنا يعني كنا نعرف يمكن بس بنسبه 60% من الوضع. نعم. وضعه من مره يعني هيكل عظمي، والاعضاء الداخليه قريب ما تشتغلش، هذا حسب كلام الدكتور ومدير المستشفى. وضعه صفر، يعني فاقد البصر، فاقد الحركة، فاقد السمع، شعره نزل، أعصاب تفانى، آلام شديدة، يعني ما فيش سليم من مرة. نعم. بالزيارة الأخيرة للأسير عواودة، كيف كان وضعه؟ وهل هناك تشديد بالدخول إليه بالمستشفى واللقاء به؟ ما فيش تشديد، يعني كان الامر سهل جدا، بس في 4 جنود في الغرفه وخمسه جنود باب الغرفه. نعم. يعني اذا واحد عليه تسح الراس. نعم. وهو لا يستطيع الحركه. نعم. ومقيد في التخت باليد والرجل. يعني وضع مأساوي جدا. نعم. المحكمة نعم تفضل. المحكمة كنا متأملين يعني حسب الإخبار وشذيته، والله يعني آخر إشي رفض الاستئناف نهائيا. نعم. فاليوم بدنا نضطر نقدم للاستئناف للعليا، وهذا الله أعلم كمان كيف بده هذا، يعني بينما خليل صحته يعني فيش احتمال إنه يعني اليوم يكمله. نعم. المحكمة القادمة لخليل عواودة متى ستكون؟ اليوم بنعرف، لأن اليوم بده يتقدم للاستئناف. نعم. يعني في بحر الأسبوع الجاي. نعم. في ظل ما يمر به خليل في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة جدا على حياته، ما هي رسالتك اليوم كعائلة خليل؟ والله أنا رسالتي درجة أولى إلى عندنا وزيرة الصحة، يعني صحة خليل باقي مستوي على آخر، وإحنا المحاميين الله أعلم بقوا يشفوا عنا، يمكن بدهم يزعجونا أو بدهم يكونوا طمطميننا شوية، كانوا بس يجوا لنا 60-70% من الوضع الحقيقي. فوزيرة الصحة يعني لازم يعني تسعى لزيارته. نعم. وتخبرنا بالحقيقة. وزير الشؤون المدنية يعني ليش موجود؟ خليل مواطن فلسطيني. ومن حقه له حق عليهم. وبعدين الرسالة الثانية لكل الأجهزة وكل الفصائل، ليش ما يتحركوا؟ كلمة واحدة له 168 يوم، كلمة واحدة ما سمعناش. والرسالة الأخيرة للوفد المصري، أنا ما بعرفش إنه في مفاوضات أو شيء زي هيك. نعم. حسب ما سمعت الأخبار، لأنه أنا للأمانة والصدق ما في حدا اتصل فيه نهائيا، لا كبير ولا صغير ولا وزير ولا عامل. حسب ما بسمع الأخبار في مفاوضات مع الوفد المصري. نعم. الوفد المصري يكمل مشواره إذا صار مفاوضات. نعم. خليل وضعه لا يسمح انه نستنى اليوم ولا بكره ولا بعده. نعم. خليل اليوم 167 يوم، يعني جبال بتنهار. نعم. والهم يعني الناس كلها يعني والفصائل وانا وانت وهذاك بنستنى حتى خليل مثلا يستشهد. انا بعد خليل ما يستشهد شو بدي في الناس؟ لا قدر الله. يقفوا معايا. نعم. أنا خليل إذا استشهد أنا بدفنه لحالي، ما بديش عليه يساعدني.
كان الله بالعون والفرج القريب لخليل عواودة ولكافة الأسرى داخل سجون الاحتلال. شكرا لك والد الأسير خليل عواودة على كل هذه المعلومات وتفاصيل حول صحة خليل عواودة.